في مدينة العرش بخصوص كما كنت أقول يوم مجلس الجهة هو يعني في صدد تنزيل البرنامج التنموي الجهوي. فمن السياسات العمومية ديال البلاد وديال الحكومة هو تنزيل مشروع يعني مشترك ما بين الحكومة ومجلس الجهة هو ميدان الثقافة. ميدان الثقافة اليوم بغينا يكون عنده يعني بعد أكثر بعد يعني ابتكار بعد ديال بعد أكثر في هاد النقاش. اليوم حاولنا باش نتأموا كل المبدعين والمثقفون والفنانين وكل ذوي الاختصاص باش يشاركونا في الإبداع ديال تنزيل هذا البرنامج المندمج حول الثقافة. فمن الأسس ديالو كذلك بغينا نعرفوا الثقافة داخل هذا الجهة، شنو يمكن نزيدوا كإضافة كمجلس من هذا المشروع الثقافي اللي ماشي ثقافة غير على المهرجانات. أعتقد بأن اليوم بغينا ثقافة يعني التراث ديالنا داخل الجهة، الحمد لله الجهة ديالنا غنية بالثقافة ديالها، غنية بالمجالات الثقافية، فبغينا نحولوا هذه الثقافة العادية إلى ثقافة سياحية، ثقافة ترفيهية أكثر، الثقافة اللي كتعطينا يعني البعد الاقتصادي خاصها تدخل في السلسلة الاقتصادية. فهذا هو اللي بغينا هنا اليوم، خصنا يعني بهاد لي زاتيلي اللي غيتعملوا بغينا يبتكروا، بغينا يخرجوا بالمخرجات، وهاد التنزيل ديال المخرجات إن شاء الله هي كتوصيات اللي بغينا ننزلوها في البرنامج التنموي الجهوي اللي بصدد إن شاء الله إخراج ديالو في شهر أكتوبر.